السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى كيف نقوم بعمل relationship من نوع many to many، متعدد إلى متعدد. إذن كتذكير لمن لا يعرفون العلاقة many to many، تستخدم هذه العلاقة للربط بين الجداول عندما يكون كل سجل في الجدول الأول يقابله أكثر من سجل في الجدول الثاني، ويكون كل سجل في الجدول الثاني يقابله أيضا أكثر من سجل في الجدول الأول. يعني كمثال على ذلك، لدينا مثلا في اليوتيوب لدينا القنوات والمشتركين. المشتركين يمكن أن يكونوا مشتركين في أكثر أو يتابعوا أكثر من قناة، وأيضا القناة أو القنوات يمكن أن يكون لها أكثر من مشتركين أو متابعين. ويتم إنشاء جدول بسيط يسمى لينكد تيبل أو جانكشن تيبل. إذا لكي نقوم بعمل هذه العلاقة سوف نحتاج إلى جدول ثالث أو جدول وسيط لكي يتم الربط بين الجدولين اللذين نريد أن نعمل بينهم العلاقة many to many. وهذا الجدول الوسيط نضع فيه حقلي المفتاح الأساسي في كلا الجدولين، يعني في الجدولين اللذين نريد أن نعمل معهم العلاقة. طبعا مثلا سيحتوون مثلا على الاي دي، وسيكون مثلا هو المفتاح الأساسي. هذين المفتاحين الأساسيين سنقوم بوضعهم في هذا الجدول البسيط، وهذان الحقلان معا يشكلان المفتاح الأساسي أيضا في الجدول الوسيط. يعني هذان المفتاحان الأساسيان الموجودان في الجدولين عندما نقوم بوضعهم في الجدول البسيط أيضا سنقوم بوضعهم كمفاتيح أساسية، ثم نقوم بإنشاء العلاقة one to many بين كلا الجدولين والجدول البسيط. إذا العلاقة many to many لا يمكننا تنفيذها وإنما نتحايل قليلا، فنقوم بإنشاء هذا الجدول البسيط وبعد ذلك نقوم بعمل العلاقة one to many بين الجدولين والجدول البسيط. إذا كما قلنا مثال ذلك، لدينا هنا مثلا اليوزر ولدينا هنا الشانل أو القنوات. إذا هنا في الشانل لدينا الID هو البرايمري كي، ولدينا النيم سيكون اسم القناة، ولدينا هنا اليوزر أو المشتركين، البرايمري كي أيضا هو الاي دي، وسيكون لدينا الإيميل. أيضا لو عدنا إلى هنا إلى SQL Alchemy نرى كيف يتم عمل ديكلير لل many to many relationship وكيف نقوم باستخدامها. You will need to define a helper table. إذا كما قلنا سوف نحتاج إلى الجدول البسيط أو الجدول الثالث. أيضا كما هو موصى في هذا الجدول الذي نقوم بإنشائه عن طريق الـ SQL Alchemy، يوصى أنه يكون Actual Table أي جدول حقيقي وليس عبارة عن Model. فكما تطرقنا سابقا لإنشاء الجداول كنا نقوم بإنشاء الـ Classes عن طريق الـ Model، وهذا الـ Model يتم تحويله إلى جدول. لكن الـ Helper table أو الجدول البسيط أو المساعد فيحبذ أننا نقوم بإنشائه كActual table، يعني table حقيقي. نلاحظ هنا لدينا db.table وليس على شكل model. إذا نقوم هنا بإنشاء الجدول. إذا db.table هنا نعطيه مثلا اسم subs، وكما قلنا في الجدول البسيط لو عدنا إلى هنا الجدول البسيط نضع فيه حقلي المفتاح الأساسي في كلا الجدولين. إذا هذا المفتاح الأساسي هنا وهذا المفتاح الأساسي هنا نقوم بوضعهم في هذا الجدول المساعد. إذا سيكون لدينا db.colon هنا نسميه مثلا user id، سيكون نوعه integer، أيضا سيكون لدينا db.foreign key، سيكون جدول ال user، ثم سيكون لدينا المفتاح أو ال primary key ال id. وكما قلنا أيضا لو عدنا إلى هنا، وهذان الحقلان معا يشكلان المفتاح الأساسي في الجدول البسيط، يعني هذا يجب أن يكون primary key أيضا.
ونقوم بإنشاء نفس الشيء مع الـ Channel ID. إذن هنا سيكون لدينا الـ Channel ID، الـ Foreign Key هنا سيكون Channel.ID هذا، وأيضا سيكون Primary Key. بعد ذلك لو عدنا إلى هنا قلنا ثم نقوم بإنشاء العلاقة one to many بين كلا الجدولين والجدول البسيط. إذا حاليا نحن قمنا بعمل relationship بين الجدول user والchannel. سنضيف هذا الجدول الثالث هنا source. لدينا هذا المعامل secondary، هنا سنقوم بإضافة الجدول source هذا الجدول هنا. إذا بهذا الشكل نحن نكون قد عملنا علاقة one to many بين اليوزر والسبس وأيضا الشانل مع السبس، ومجموعهم سيكون العلاقة many to many بين اليوزر والشانل. إذا الآن ندخل على البايثون from models import all. بعد ذلك نحتاج إلى عمل create لهذه الجداول في الـ database. إذا لدينا db.createAll، نأتي هنا على الـ education، نلاحظ لدينا channel subs user، نقوم بإضافة بعض البيانات. إذا ننشئ person 1 سيكون user، ثم لدينا الإيميل، هنا هذا سيكون algorithm at gmail.com. إذا هذا الـ user 1. نضيف واحد ثاني سيكون admin، ومثلا support. إذا لدينا 3 persons أو 3 user. الآن نعمل db.session.add، نقوم بإضافتهم إلى database. إذا person 1 والperson 2 والperson 3، ثم db.session.commit. الآن لو ذهبنا إلى اليوزر سنلاحظ أنه تمت إضافة اليوزرز الثلاث. أيضا نفس الشيء بالنسبة للشانل، إذا سيكون لدينا channel 1 ستكون channel، ثم لدينا النيم مثلا سيكون cut videos، يعني مثلا قناة متخصصة مع القطط، الفيديوهات حول القطط. إذا هنا سي كابيتال، وأيضا قناة متخصصة بالدوجز الكلاب، إذا هنا شانل 2. والثالثة ستكون مثلا خاصة بالطيور بيرد. بعد ذلك db.session.add channel 1 و channel 2 و channel 3. طبعا نحتاج الى الكوميت. وكما نلاحظ تم إضافة هذه الشانلز هنا. الآن كيف نقوم بعمل relationship many to many؟ إذا لدينا هنا subscribers كما قلنا الباك ريفرنس، من خلاله سنستطيع أن نقوم بتنفيذ relationship أو استخدامها. إذا channel نستطيع أن نعمل channel، لنقل مثلا channel 1 dot، بعد ذلك سيكون لدينا subscribers
هات هي فائدة الباك ريفرنس. إذا سبسكرايبرز ثم دوت ثم هنا نقوم بعمل append، نضيف append مثلا البيرسون 1 ونعمل commit. الآن نذهب إلى جدول السبس الذي سيحتوي على العلاقة بين الشانل واليوزر. إذا نلاحظ هنا لدينا اليوزر اي دي 1 الذي هو algorithm@gmail.com، هو مشترك في القناة cut video التي الاي دي الخاص بها هو ايضا 1. ايضا الشانل 1 مثلا نضيف اليها البيرسون 2 ونضيف اليها البيرسون 3. كما قلنا القناة يمكن ان يكون لها اكثر من مشتركين. بعد ذلك نعمل commit ونعمل هنا refresh. كما نلاحظ القناة التي تحمل الاي دي 1 cat videos لديها 3 مشتركين. المشترك الاول الذي الاي دي الخاص به هو 1 وهنا 2 admin@gmail.com و support@gmail.com. بعد ذلك لدينا مثلا channel 2 لديها السبسكرايبر person 1 ونعمل commit ونعمل refresh. وكما نلاحظ إذا اليوزر الذي يحمل الاي دي 1 algorithm@gmail.com هو مشترك في أكثر من قناة، القناة الأولى والقناة الثانية dog videos. نفس الشيء بالنسبة للشانل 3 نضيف لها مثلا البيرسون 3 ونضيف مثلا البيرسون 2 ونعمل commit ونعمل refresh. إذا نلاحظ هنا مثلا هاتي الشانل 1 cat videos لديها أكثر من مشتركين، لديها algorithm@gmail.com، لديها algorithm أو لديها أيضا admin@gmail.com ولديها support@gmail.com، وأيضا اليوزر مثلا algorithm@gmail.com مشترك في أكثر من قناة، لديه القناة cat videos و dog videos. إذا هذه هي العلاقة many to many بين الجداول. إذا هذه هي فائدة هذا الجدول الوسيط subs، هو الذي يقوم بربط العلاقة بين الشانل واليوزر من نوع many to many. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الشرح. أتمنى أن يكون الشرح سهل وبسيط، ونلتقي في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.